السعب الكبير العلوي المدغري هو رجل عالم، يعني فقيه ومتنور، وخالط الحياة العصرية والدراسات العصرية، ومحامي محترم، وجاء لوزارة الأوقاف من بعد ما انتبه جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله الذكاء ديالو والألمعية ديالو. بعد درس واحد داروا أمام جلالة الملك أو درسين، اختاروا باش يكون وزير ديال الأوقاف، وقام بواحد الدور كبير في واحد الوقت اللي كنا محتاجين شي واحد يقوم بذاك الدور في المغرب، يعني صالح بين الفكر الذي يريد أن نحافظ على أصالتنا ونحافظ على هويتنا، وبين الفكر الذي يعيش المرحلة التي نحن فيها بحداثتها وبمقوماتها. وهذا الشيء هذا سمح له باش يبقى كيعتني الكرسي ديال وزارة الأوقاف مدة 18 سنة، حتى يعني كان الذي قام به في الحقيقة يعني متميزا جدا. واليوم يعني بعد مرض طويل جات الملك أول عمر نساه، وكان دائما يحفل به وكلفه بصندوق القدس حتى لقي رباه. والآن يعني قد أفضى إلى ما قدم، رجاؤنا في الله أنه إن شاء الله الرحمن الرحيم يعني مقبول، يعني الأعمال مقبول، يعني رجل صالح، رجل أنا حافظت على علاقتي معه وبقيت أزوره إلى آخر مراحل حياته، لنظر المعزة اللي كان عندي ليلو، تقديري ليلو في المواقف ديالو. اليوم نودعه شخصية وطنية من طراز خاص، مولاي عبد الكبير العلوي المدغري رحمه الله، أوفى العهد في جميع المهام التي اطلع بها، سواء على رأس وزارة الأوقاف لمدة 19 عاما أو على رأس وكالة بيت مال القدس الشريف لمدة تزيد عن 9 سنوات، فكان مخلصا لوطنه ولدينه ولملكه، أدى الأمانة بتميز. طبعا ما أنجزه مذكور ومشهود داخل المغربي وخارجه، جعله الله في ميزان حسناته. حا من أجل العرش العلوي المجيد، وهانت كتشوف الناس اللي كيشهدوا له بالأعمال الجليلة دياله سواء في الوزارة أو خارج الوزارة. فمولاي عبد الكبير رحمه الله كان قدوة، وكان أستاذ، وكان مخلص، كان وطني، وأخلص لي وطنه ولملكه. مع الفقيد مولاي عبد الكبير العلوي المدغري الله يرحمه، تعود إلى بداية الثمانينات حيث اشتغلنا سويا في حكومات عدة، وأكثر من هذا يعني كانت لنا نوع من القرابة الجغرافية، لأن كان ينحدر من الرشيدية الرساني، وكانت له كذلك يعني حضور في إقليم بولمان خصوصا في منطقة نجي، ولهذا كان نوع من التعاطف والتفاهم، وعرفت فيه الرجل ذو أخلاق عالية، الرجل الذي كان دائما يحب ملكه ويحب الوطن. ففي عدة مناسبات في مواقف جد صعبة كانت له بصمته في الحياة السياسية المغربية، فرحمه الله وأوسعه.